طوق الحصار على الأحياء الشرقية الخاضعة للمعارضة المسلحة في مدينة حلب يتوسع تدريجياً مع إحراز الجيش السوري وحلفائه مزيداً من التقدم الميداني في العمق الاستراتيجي للمدينة. فبعد معارك دامت ساعات مع فصائل المعارضة، أحكمت القوات النظامية قبضتها على معامل ليرامون شمال غربي المدينة بأكملها، وسيطرت على حي بني زيد شمالي حلب، أحد أهم معاقل جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، واستعادت مباني بالقرب من طريق الكاستيلو لتشدد بذلك الخناق على الجزء الشرقي وتقطع كل خطوط الإمداد والدعم اللوجستي الذي كان المسلحون يتلقونه من الأراضي التركية، وتجبر عشرات المسلحين على الانسحاب باتجاه الريف الغربي لحلب. مع استمرار العملية العسكرية في المناطق الشرقية من حلب، قالت روسيا إنها تعمل مع الجيش السوري لفتح 3 ممرات للمدنيين المحاصرين لمغادرة المدينة، إضافة إلى ممر رابع لخروج المسلحين. حلب وضواحيها انتهى بها المطاف إلى وضع صعب، والحالة الإنسانية فيها حرجة تقريبا، ولهذا السبب اليوم ووفقا لترتيب معين من قبل رئيس روسيا الاتحادية وبالتعاون مع الحكومة السورية، فإننا بحاجة لإطلاق عملية إنسانية واسعة النطاق تهدف إلى مساعدة المدنيين في المدينة. الإعلان عن إطلاق عملية إنسانية في حلب تزامن مع إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بالعفو عن كل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه العدالة، شريطة أن يبادر إلى تسليم نفسه وسلاحه خلال 3 أشهر من تاريخ المرسوم. منذ بدء الأعمال الإرهابية في سوريا ونحن نقدم للإرهابيين خيار العفو إذا كانوا يرغبون في العودة إلى حياتهم الطبيعية والتخلي عن أسلحتهم، أعتقد أنه خيار جيد لمساعدة أولئك الذين حملوا السلاح لأسباب عدة. غير أن الوضع الإنساني وسط ما تشهده حلب من تطورات على جبهات القتال يثير مخاوف منظمات الإغاثة التي حذرت من استفحال الأزمة الإنسانية، فيما دعت دول غربية الحكومة السورية إلى رفع فوري للحصار عن حلب ثاني أكبر المدن السورية.